اهلا وسهلا فيكم مع سناب الخبر في مدينة الدمام، مطعم شاطئ امواج او مطعم الكورنيش سابقا. هذا المكان كثير من الفعاليات تصير فيه، وضمنها هذه الفعالية اللي صارت فيه لليوم الوطني الجميل في هذا اليوم الجمعة. نستقبلكم، حياكم الله، تفرجوا. عندنا الان استعدادات بعد صلاة المغرب ان شاء الله نبدأ وياكم. في بوثات موجودة، أكل، هدايا وغيرها من المسابقات. المجمع أو المنتجع في مدينة الدمام على الكورنيش يتميز بعدة أماكن. واحد، واجهة كاملة جهة البحر. اثنين، وجود الكبائن المكيفة الجاهزة للعوائل. ثلاثة، في مراجيح، في ألعاب، في مطعم، في خدمة قهوة كاملة. يعني بناخذ لكم جولة كاملة في المكان عشان يصير عندكم تصور له. المكان حلو جداً للي بيزورون مدينة الدمام، وأيضا الجلسة فيه مع اعتدال الأجواء تعتبر قمة في الروعة صراحة. هذا التصوير عند أذان المغرب، شوف الكباين، كل كابينة خاصة، في كباين أكبر، كباين صغيرة، في كبان جهة البحر، في مطعم كامل جهة البحر. تقدرون تجون تتفرجون، تشربون العصيرات، خدمة العصيرات موجودة. هذاك المطعم، المطعم يطل على البحر مباشرة، حلو. ناخذ لكم بعد، نمر عليه ونشوفه. هنا نوافير، هناك الجهة الثانية هي عبارة عن كبائن ثانية مطلة أيضا على الجهة الثانية. كل الأماكن هنا تطل على البحر، المكان حلو مع الجو ومنظر الغروب بيكون أجمل وأجمل. نمر عليكم الحين نوريكم المطعم اللي مطل مباشرة جهة البحر، تشوفونه معنا. حياكم الله، مطعم أمواج على كورنيش الدمام. هذا القاعة شوفوها مطلة على البحر، هناك العوائل جالسين، تلفزيون، تكييف كامل، مقاهي أيضا خارج البحر، نافورة، كبائن. اليوم في فعالية، مشاركات بعض البوثات هنا في هذا اليوم الجميل، اليوم الوطني، الوطن في قلوبنا، شعارات حلوة، والهمة طريق القمة، أيضا شعارات جميلة. Thank you.
وهنا المسرح. إن شاء الله بعد المغرب نبدأ الفعالية هنا.